شوف سبحان الله يا وليد، من يوم ما شو اسمه، كم مرة أقول لك شفتني ماسك الجوال لا تشغلني. طيب اصبر امي تدق، خلني برد. رد عليك. شو اقول له؟ قل لها احنا بعيد بعيد. اقول له يا كلكت والله. اسمع وليد، الحين بس باقي سنابتين دقيقة. ها؟ سنابتين اصبر. تصور سناب؟ لا قاعد اسوي السكيب هذا من الصبح، هيا يعني خلصنا سناباته. طيب اطلع احذفه. ها؟ اطلع. لا ما اعرف، لازم اخلص كل هذولي. كل ما دخلت سوي سكيب احذفه. اسلم. شوف يوم كنت قوتي الثانية كان يجيني خير. تمام؟ بعد ما افتكيت منك، صرت انا الحين اللي اقول افتكيت منك، تمام؟ جاني خير زيادة. فالحمد لله. والله ما جاني، ما جتني الدروع الا من يوم ما فرقت 97. اخذت 97 في المطبخ. ايش تقول ايش تقول؟ ما جتني الدروع الا يوم فارقتك. استغفر الله العظيم. بس والله اني متحسف اني ما حضرت عندك البارح. امس عادي العيال يقولون حلوه مره الفقره. لا 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 الاخيره اصلا. والله العظيم انه انا اخرت وصمتي يمكن 10 دقائق. كله قاعد ادور كنت وجهك داري. والله اني عند الاعداد. والله رحت ادور كذا من شفتك عند الاعداد من شغل، يوم قلت لي اني مشغول خلاص بدايه الفقره. والله ضاق صدري يوم ما شفتك، كنت متامل اني اقدم الفقره واشوف وليدي الايجابيه قدامي عشان اتحمس. يعني قاعد اعزز لك ترى. خلاص بس لعلها خيره. يا اخي انت فيك لح، فيك شيء. ها؟ فيك شيء. فيك شيء. ها؟ شو اسمه ذاك اللي في شيء في قصيدة اللي يقول فيك شيء ما ادري ايش شيء. اي ما هي قصيدة هذه، كنت منها. أيه. والله انت بس والله من زمان ما جلست معك. على طاري خلنا من جلسة، يعني من زمان ما واجهتك كذا. يقول خلنا طب استفد مني بالله. بقول لك سالفة. اي مس يو سو ماتش. بقول لك سالفة. يقول لك شو اسمه؟ في واحد نفسية زيك كذا يدقق على أي سؤال. اسمع هذا. على الله. يدقق. أنت لا أنت ناقرني أنت. دور مشاكل. في واحد يعني. أيوه. يدقق بالتفاصيل، يعني شلون الهدف من القصة عشان بعدين تقول شو الفائدة. حلو. إن التفاصيل هذا مهم. الهدف قلها بعدين. كل شيء مهم. الهدف بعدين. عارفك نشبة بعدين خلاص تقول ليش. الزبدة طول. أقول لك إيش رأيك تسأل. هذا في واحد. أيوه. إذا تجمع هو وأهله. جلسة عائلية، واحد أجنبي يروحون يطلبون ايس كريم. أوكي؟ حلو. يطلبون ايس كريم، يبدون يتناقشون وش تبون نكهة؟ اليوم يقول نبي فانيليا، بكرة شوكولاتة، بكرة بعده فراولة كذا. وهو يروح يشغل السيارة ويروح يجيبه. ولا حد يقول في نوع من النكهات إذا طلبه وحطه بالسيارة ما تشتغل السيارة، يعني يروح عند بقالة ويدق ياخذ الغرض. اذا اخذها نكهه فانيليا ايه وحطها بالسياره تعي السياره تشتغل. وش تتوقع السبب؟ ليش؟ اللي حط الفانيليا في السياره وما اشتغلت. والله والله صحيح، ترى السالفه صحيح. اذا اخذ نكهه الفانيليا وحطها بالسياره ما تشتغل. شوف طال عمرك في سبب. ما في سبب. ما يعني ما شوف فانيليا. طيب. هو قاعد يحلل السالفه، قاعد يحلل السالفه، عجز، ما في اي سبب. زيت سياره غفله. ما عي ما لقى اي سبب، وش سوى؟ راح راسل الشركه المصنعه للسياره. قال لهم يا حبايبي سيارتي وش زينه؟ الا اذا رحت البقاله وطلبت نكهه فانيليا، ايس كريم فانيليا، ما تشتغل السياره، وش السالفه؟ هم ما سلكوا له، شوف يعني الابتكار اللي يبي منتجه يتحسن ويصير شيء زين ما يسكت. أرسل واحد من المهندسين. حلو. خلوه يروح معه. راح المهندس معه يوم طلب نكهة شوكولاتة ورجع اشتغلت السيارة. راح ثاني يوم طلب نكهة فراولة اشتغلت السيارة. حلو. ثالث يوم طلب فانيليا عيت تشتغل السيارة. في سر بنكهة الفانيليا. أيوه. درسوا الزيت حقه، درسوا كل شيء، كل شيء له علاقة ممكن يسبب علاقة درسوه. آخر شيء وش طلع السبب؟ طلع بامريكا
اكثر نكهه منتشره وشي الايس كريمات نكهه الفانيليا. عشان كذا يخلونه عند باب البقاله، اول ما تدخل البقاله تلقاه على طول قدامك تاخذه. حلو حلو. اما الشوكولاته والفراوله لا، لازم يدخل داخل البقاله ويدور يدور 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 لين يلقاهن ويجي. فهو اول ما يطفي سيارته ويدخل وياخذ الفانيليا ويطلع، عنده السياره ماسخه، ما مده تبرد. هي ونوع السياره هذيك لازم يبرد. حلو. له زي صندوق حق بخار، الصندوق هذا لازم يبرد. ايوه. هو اذا طفى السياره ودرع داخل البقاله يدور الشوكولاته ولا يدور الفراوله، ياخذ وقت ياخذ وقت ياخذ وقت على بال ما يلقاها. اذا اخذها هنا ورجع الا السياره بارده ودق سيف تشتغل. الفانيليا لا، يروح يشتريه على طول، ياخذ عند الباب ويطلع الا لحين الصندوق حار. يعيله يشتغل. جت الشركه راحت طورت السالفه هذه انهم يحسنون صندوق البخار هذا، انه عشان تزيد فعاليه السياره وكذا. عاد بعدين قال يقول والله ما ادري، يقولون انهم خلوا نكهه الفراوله. لا استغفر الله العظيم، استغفر الله، الله مني صائم. رجال طول عرض تخاف منو؟ فز يا ولد. ما ارتاح انا، ما ارتاح الا بعض الناس. ايوه كم سالفتك اللي عيتك خلصت زي نكتتك الباره. لا بس تحل السالفه وشو انك لا تقول يعني لا تسكت وتقول يعني سيارتي كان... لا تقول يا تخن تكلم. يعني الرجال كان يشتري فانيليا وما كانت تشتغل سيارته، يوم علم الشركه زين السياره طورت سياره المنتج. دليل اول شيء اذا انت راعي شركه لازم تسمع للعميل. واذا انت عميل تكلم شيف. علشان يمكن تحسن من شيء. طيب اوكي يعطيك العافيه اول شيء على السالفه. ثاني شيء فاخر شيء انا سالتك قلت طيب وش الهدف من السالفه؟ لاني قلت لك اول شيء ادق التفاصيل. لا انا لاني قلت لك اول شيء عشان تدري انك شخص للحين ما تعرف منه سعد الكلثم. والله ستي ف منو اللي تسلم عليه؟ انا قاعد اقول لك سالفه. ابو يارا. ابو يارا شو يبي؟ سامي جعوني. تخيل انت ابو يارا عاد انا مصدق. لا تخيل جالس كذا. ايه لا ابو يارا تنخرج هنا. طيب ممكن اتركني من السلطات العليا. بقول لك اهداء. اخاف. عندي لك اهداء. اسمح لي. حول على قناة 94. نبي خلينا نسوي دويتو. يا قلبي يا قلبي الان. ها؟ يلا. لا ما قلت لك مثل كلكة شاي. تعدى. عشان ادخل جو. لا لا لا. يلا. وش الطبقة؟ يا قلبي. لا حبيبي ترى المهندس بيدلعني انا وياك. فؤاد سبيكر فؤاد. حبيب قلبي. حبيبي. خلاص ابدأ 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 ابدأ. يا قلبي يا قلب العنا وش عنيك متى ترك العالم وتمشي ورانا. ليش نكبت مع بعض؟ كمل كمل صدى كمل. لا خلنا نبدأ كمل مع بعض. يلا كرال تدري والله بقول لك شيء بخاطر. مو سولو كله كرال. طيب تدري ليش انا احب الشيلة زين او النشيدة؟ انا مقترح لك. اي والله انك عشانك تحبها. والله اني صرت اكررها دائما يوم درت انك تحبها. والله طيب انجز علينا. تقدر ايش رايك فيني وانا اعطيك دفعات معنويه؟ صرت انا وليد سعد الايجابيه عفوا مو بنت يتحول. لا 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 التقليد. يلا فؤاد. يا قلبي يا قلب العنا وش عنيك متى ترك العالم وتمضي بجانك يا قلب خل اللي يغثك ويشقيك مسدك اللي صابني من جنابك الله يا قلبي يا قلب العنا وش عني الله الله متى ترك العالم وتمضي في شانك. شكرا لي الله يجزاك. شكرا دوتو. ما توقعت صوتك جميل كذا.